تعالى بقى نروح على لقاء اليوم في الثامنة مساء، ولقاء اللي هو بيسموه الكلاسيكو دايما بين الماتشات دايما الاهلي والاسماعيلي، تبقى مباريات كلاسيكيه كده وليها خصوصيه شديده. بشكل عام كابتن بيتسو موسيماني يعني الى حد كبير هو مدرب تكتيكي بيلجا للهجوم في اغلب الاحيان، ما عدا في بعض المباريات ويمكن كان ليها اعتبارات وظروف خاصه. يمكن الى حد كبير على عكس كابتن طلعت يوسف مدرب الاسماعيلي اللي برضه الى حد ما بيميل شويه للدفاع، فهل تتوقع ان هو اللقاء النهارده هيكون يعني هجوم ضاري من قبل الاهلي ودفاع مستميت مع الاعتماد على الهجمات المرتده من قبل الاسماعيلي، ولا الدنيا ما تقدرش تحسبها كده؟ لا، بدايه كل فريق عنده استراتيجيه بيلعب بيها حسب انت هتلعب مين. ما انا لما بلعب فريق في مستوايا هلعب برضو ايه مفتوح وهاجم وبتاع، لما الاقي فريق اقوى مني يبقى الحرص كل الحرص. اول حاجه لقاءات الاهلي والاسماعيلي بتبقى مهمه جدا جدا اعلاميا وعلى الارض فنيا، بتبقى مباراه عاليه جدا بما يملك اللاعبين من امكانيات عاليه في الفرقتين. واحنا اتعودنا كتير وحصلت قبل كده ان الاهلي والاسماعيلي لعبوا كتير في بدايه الدوري، ضربه البدايه بتبقى الاهلي والاسماعيلي. الحمد لله كان بنسبه كبيره التفوق كان لنادي الاهلي. المباراه دي لسه على الورق الاهلي حاجه والاسماعيلي حاجه، بس في ارض الملعب في متغيرات. نبدا بنادي الاسماعيلي، طبعا كابتن طلعت يوسف مسك الفرقه، حصل عندهم تدعيمات بسيطه، في لعيبه مشيت مميزه من عندهم. على طبعا على حد فكري او المعلومه اللي عندي كابتن طلعت مش هيبقى موجود النهارده على البنك، لانه ربنا يشفيه يا رب، كان عنده شويه تعب وكده صعب يكون موجود. ربنا يشفيه. بس الجهاز المعاون ماشي بالخطه بتاعته الاستراتيجيه، هيلعب النادي الاهلي وهيحرص كل الحرص، بس ممكن مش هيدافع زي ما حضرتك بتقول لان ده اول ماتش في الدوري، بس هو بيلعب بتوازن ان هو عارف المفاتيح اللعب بتاعه النادي الاهلي وصعب يلعب مفتوح قدامه، بس هيلعب بحيث انه يحاول يقفل المساحات على النادي الاهلي، ما يديش الحاجات الامكانيات العاليه بتاعت الاهلي بالذات في الثلث الاخراني، هو حاول يضيق عليه. واكيد اكيد الاهلي عامل حسابه لكده. الاهلي جاي في انتعاشه بعد مباراه الحرس الوطني، كسبان ما شاء الله سكور، واللعيبه كلها شاركت واللعيبه كلها سجلت، وداخلين على البطوله مستعدين استعداد جيد جدا جدا بالتدعيمات اللي جت وبالناس اللي كانت اعارات ورجعت. الاهلي الحمد لله مكتمل يعني، بس الغياب الشناوي ان شاء الله يرجع بالسلامه. كابتن علي لطفي موجود هيأدي اللقاء وزي ما هو لعب قبل كده في بطولات افريقيه وبطولات محليه. موسيماني حاطط خطه معينه للمباراه، البدايه ان شاء الله تكون موفقه وقويه جدا، لان الثلاثه بونت في بدايه المشوار بدينا باور اكيد طبعا. مفيش غير عن كده يعني، مفيش رفاهيه امر تاني يعني. ان شاء الله، لان الثلاثه بونت تمشي في المسيره بتاعتك اللي هي الهدف اللي انت بتحقق لجميع النادي الاهلي وليك، ان هي المنافسه على البطوله من اول يوم. الموسم ده اصل مفيش مساحه بقى لنزيف النقاط اللي حصل الموسم اللي فات. لا ان شاء الله ما يكونش فيه نزيف، لان بس يا كابتن كريم احنا هي كانت ملامسات، هي كانت ظروف وملامسات، بس ما هو ده اللي حصل. بس في كره القدم وارد فيها كل شيء طبعا. انا يعني ايه زي ما بتقول ايه، بركز توفيق طبعا بتاع ربنا، بركز وبشتغل في الملعب وبجتهد، بعمل كل المطلوب مني فنيا وبدنيا وتكتيكيا في الملعب، واكون مستعد. النتيجه دي بتاعت ربنا، بس احنا طبعا هدفنا اللي احنا على طول بنتمنى وان هو يتحقق يعني المكسب طبعا. ومباراه مش سهله، مباراه قويه. الاسماعيلي مهما يكون ومهما الظروف اللي بيمر بيها هو النادي الاسماعيلي كورته كويسه، وبعدين بيلعب النادي الاهلي. كان برازيل مصر في وقت بيلعب النادي الاهلي، عارف لو بيلعب مع فرقه ثانيه، اما بيلعب مثلا مع دخان، بيلعب مع البنك، ترتيباته وحساباته ودخلته على المباراه غير ما داخل بيلعب النادي الاهلي. يعني ده مباراه ده اي فريق والله يا كابتن صديق يعني. لا، مش بس والاسماعيلي بالذات. بص يا نوان، التاريخ بيقول كده، بيلعبوا قدام الاهلي كل الفرق بتلعب على الموت، بس الاسماعيلي كنادي برضه كبير وجماهيري، مباراه الاهلي دي بتبقى قويه جدا، بيبذلوا اقصى جهد طبعا عشان مش عايزين يطلعوا ان هم يطلع ينزل خسران بسكور بتاع كويس قوي. ونفس الكلام الاهلي بيحترم اي خصم من اول الفرق اللي فوق لحد اخر فرقه في الدوري طبعا. التوفيق بتاع ربنا ومستر موسيماني زي ما قلت، في انتعاشه، فرقه كسبانه في الماتش بتاع افريقيا سكور، واللعيبه مركزه عالي جدا، والتدعيمات اللي جت ومن بره حسام حسن والمعارين عمار وعبد القادر والاثنين اللي هم الافارقه ان شاء الله بيبقوا اضافه للنادي الاهلي،
والتوفيق بتاع ربنا ان شاء الله باذن الله يكون الفوز حالفنا النهارده ان شاء الله. بس في نقطه بقى، حد يجي يقول احنا الشناوي مش هيلعب ووليد سليمان برده مش هيلعب وعندنا بعض برده المشاكل يعني، فهل ده هيأثر ولا لا؟ وجهه نظر حضرتك ايه؟ كويس حضرتك فكرتني، الف سلامه طبعا للكابتن وليد، من اللعيبه الكبار طبعا وليه دور كبير في النادي الاهلي سواء كان في الملعب او بره الملعب. الف سلامه عليه. بالنسبه للكابتن الشناوي طبعا هو الماتشات اللي فاتت كلها سواء المستوى المحلي او الدولي كان هو اللي بيلعب رقم واحد في مصر، بس دي اصابه خارجه عن ارادته، دي حاجه بتاعت ربنا. كل انه مش متواجد الجماهير يعني ممكن واحد يكون قلقان سنه، بس الناس عندها وعي. يعني علي لطفي حضرتك لعب مباراه مهمه جدا جدا في مسيره النادي الاهلي بما فيهم لعب لقاءات قدام نادي الزمالك وتالق وكان مميز جدا جدا وصد ضربات جزاء ماتشات الافريقيه اثبت وجوده، فهو ليه دور لان النادي الاهلي الثلاث حراس الموجودين علي لطفي او مصطفى شوبير او حتى حمزه كل واحد ليه دور هيلعب، لان ممكن الظروف واحد انذارات واحد لا قدر الله اصابه دي وارد، واحد يجي ثاني يوم مثلا تحط في السكور تعب، فلو ما كانش البديل مجهز نفسيا وفنيا على مستوى عالي. وبعدين انت بتلعب في النادي الاهلي يعني مش، وبعدين انت في النادي الاهلي اي حد بيلعبك بيبقى متوتر قدامك، احنا الحمد لله ما فيش خوف من اي خصم في هيبه كده. ايوه طبعا ده بفضل الله، دي من عند ربنا طبعًا. الهيبه دي موجوده والثقه واسم النادي وتاريخ النادي وتاريخ بالظبط دول بيبقوا في المقدمه قدام اي خصم طبعا. فكابتن علي انا بصراحه يعني انا معجب بيه جدا جدا في المباراه اللي خدها، فانا بطمنك يعني الجماهير برده عندها ثقه كبيره، ما فيش اي توتر ولا اي خوف عليه.